خلونا نستمع كمان من معالي الدكتور الأستاذ دكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن هذه الأزمة. يا معالي الدكتور أهلا بيك يا فندم. دكتور محمد بيه مساء الخير. حظنا إن إحنا يعني إيه أسبوعين ورا بعض يعني مرة في الاستوديو ومرة ده أنا حظي كويس، ده أنا تتكتب في السي في بتاعتي يا فندم. ربنا يخليك على دماغك. أسبوع واحد مغربي ربنا يخليك يعني. بس أنا عندنا مشكلة مميز جدا. ربنا يخليك، عندنا مشكلة المرة دي. إيه اللي حصل في حكاية نتيجة السنة أولى كلية الطب يا فندم؟ معالي الدكتور خليني يعني أتكلم مع حضرتك. النتيجة دي معلنة من شهر. من شهر؟ أي يا فندم. بالضبط من شهر النهاردة. السؤال اللي أنا عايز أوجهه لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدوا برنامج حضرتك جميل، وخاصة من أبناء محافظة سوهاج، هو ليه إشارة هذا الموضوع الآن؟ ليه؟ يعني ليه يا فندم؟ إحنا بنتكلم ليه فيه دلوقتي؟ ليه؟ إحنا حضرتك يعني زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك في الأسبوع الماضي في برنامجك الجميل لما اتكلمنا عن استهداف الوطن، إحنا مستهدفين بشدة. في خلايا بتحرك كل حاجة في البلد دي يا فندم. وخلايا إحنا لما حضرتك وجهت لهذا الأمر في الأسبوع الماضي قلت لو احنا ظنينا ان هذه الجماعه قد انتهت صحيح. لا بس خلينا يا دكتور نناقش المساله فنيا بعقلانيه شديده جدا. فنيا ايوه يعني انا فنيا وبعقلانيه. النتيجه دي معلنه من شهر. كويس. لماذا هذه الهوجه حول نتيجه الفرقه الاولى الان وبعد اعلان نتيجه الثانويه العامه وبعد ما اثير حوالين بعض المشكلات في محافظه سوهاج في نتيجه الثانويه العامه؟ طب هسالك سؤال تاني معلش انا مقدر ده. هل هذه النتيجه نتيجه طبيعيه؟ جدا منطقيه جدا. ليه بقى يا فندم؟ التسلسل بتاعها حضرتك في النتائج لما نتكلم النهارده عن انا على فكره انا بكلم حضرتك والجداول قدامي. انا معاك. احنا عايزين بس نبين يعني الاول. انا هتفق معاك انه هذه النتيجه اللي اعلنت من شهر في محاوله لاستخدامها ولاستغلالها لاثاره جدل بهدف ما عشان اربطها بما يوثق حول نتيجه الثانويه العامه. تمام انا متفق معاك في ده، لكن ده توجه خبيث جدا يا فندم. طيب. احنا بنتكلم ان الفرقه الاولى مكونه من 672 طالب. ايوه. ال 672 طالب ادوا الامتحان في الفصل الدراسي الاول اللي انتهى في يناير الماضي. وهم ادوا الامتحان في الفصل الدراسي الثاني اللي انتهى واعلنت نتيجته من شهر. تمام. لما نقول ان احنا ال 672 طالب دول في الفصل الدراسي الاول حصل منهم 278 طالب على تقدير امتياز. وقصادهم في الفصل الدراسي الثاني 262 طالب حصلوا على امتياز. تمام. النسبة المئوية لتقدير امتياز في الفصل الدراسي الاول 41.4% من عدد الطلاب اللي ادوا الامتحان. كويس. نفس النسبة المئوية في الفصل الدراسي الثاني اللي حصل على امتياز 39%. بتكلم على 41.4 و39. تمام. 2%. 2.4%. ادي نفس الدفعة اهو في الفصل الدراسي الأول ولا جبنا السيرة ولا اتكلمنا خالص في أي حاجة. طب خلينا نروح للي خدوا جيد جدا من ذات الدفعة. في الفصل الدراسي الأول 135 طالب يا محمد بيه. في الفصل الدراسي الثاني 133 طالب. دول جيد جدا. جيد جدا في نسبتهم في الفصل الدراسي الاول 20%. وفي الفصل الدراسي الثاني 19.8%. تمام. لما نيجي نتكلم عن اللي واخدين جيد 63 طالب في الفصل الدراسي الاول و48 طالب في الفصل الدراسي الثاني. 9.3% من الطلاب في الفصل الدراسي الاول واخدين جيد و7.1% واخدين جيد في الفصل الدراسي الثاني. تمام. لما اروح للمقبول في الفصل الدراسي الاول 5 طلاب خدوا مقبول، في الفصل الدراسي الثاني ولا طالب واخد مقبول. تمام. توزيعة الطلاب كلها رايحه ناحيه اليمين تو ذا رايت، يعني عدد اللي واخدين امتياز وجيد جدا اكثر بكثير جدا من اللي واخدين جيد ومقبول. لما اتكلم على 41% زائد 20% في الترم الاولاني يعني 61% جيد جدا وامتياز. في الفصل الدراسي الثاني 39.20 او 19.8. طيب. يعني 59. طيب يا دكتور معلش نفس النسب دي متحققه في الفصل الدراسي الاول. لما اجي اتكلم على اللي بقى ليهم دور ثاني او اللي ما حققوش نجاح
طب ما في الفصل الدراسي الاول اللي ما حققوش نجاح. ايوه دكتور، بس هو الكلام بعد الفصل الدراسي الثاني، لان دي نتيجه السنه على بعضها. لا يا فندم، لا 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 خالص. الناس فاهمه غلط. الفصل الدراسي الاول نتيجه منتهيه، والفصل الدراسي الثاني نتيجه منفصله. تمام. وكلا الطلاب اللي ما وفقوش في الفصل الدراسي الاول ادوا امتحان المقررات اللي ما وفقوش فيها مع مقررات الفصل الدراسي الثاني. تمام. واللي ما وفقوش فيه في الفصل الدراسي الثاني هيأدوه بعد اسبوعين في شهر 9. يعني الطالب ما سقطش. طب احنا عندنا عاوزين نصحح المعلومات، يعني احنا عندنا 672 طالب. تمام؟ أيوة. طيب أيوة. اللي عندهم دور ثاني كام؟ ما هم في الفصل الدراسي الاول كانوا 191 طالب. 191 تمام. وأدوا الامتحانات فيها. طيب. اللي في الفصل الدراسي الثاني بقوا 229 طالب، هو الفرق بين 191 يعني دول لسه عندهم دور ثاني فعلا. هيمتحنوه في شهر 9 بعد اسبوعين. تمام. انا باكد لحضرتك الطلبه دول هينجحوا في الدور الثاني. دي لوائح كليه الطب ما بيسقطوش يعيدوا السنه عليها، لا. كليه الطب بيأدوا هو بيأدي كويس فبينجح طبعا. في السمر كورس بنديله فرصه شهرين ثاني زياده يراجع. في السمر كورس نعيد له المعلومه ثاني وناكد له عليها وينجحوا في الفصل الدراسي الثاني. طيب حضرتك في الدور الثاني اللي في شهر 9، طب دلوقتي لما نقول ان الدور الاول كان فيه 28% منهم عندهم مقررات وامتحانات. في الدور الثاني بقى 34%. تمام. ايه الفرق؟ هينجحوا بعد اسبوعين، انما القاء الضوء بالطريقه دي في وسائل ايوه انا بس الاول يعني بسمع من حضرتك وللساده المشاهدين انه ما يجري ده طبيعي، ما فيش فيه مشكله. جدا طبيعي جدا في دراسه الطب، لان احنا دراسه الطب مختلفه عن الكليات الثانيه. احنا بندرس منظومة البلوكات بالنظام التكاملي. والنظام التكاملي يعني مثلا هندرس الجهاز الدوري، التشريح بيشرحه والفسيولوجي بيشرحه والكيمياء بتشرحه والهيستولوجي بيشرحه والعلم الادويه بيشرحه. جهاز دوري متكامل بقى العلوم بتاعته كلها. وندرس الجهاز التنفسي وهكذا. البلوكات دي الطالب بيدرسها على مدى 8 اسابيع. بيأدي في نص ال8 اسابيع ميد تيرم، وفي اخر ال8 اسابيع بيأدي الفاينل. طب هو ما وفقش ال8 اسابيع دول يعيدوا تاني بعد ال8 اسابيع الجايين، ايه المشكله؟ ما فيش حاجه عندنا اسمها سقط في السنه. ده احنا ما فيش حد، احنا السقوط والاعاده فقط بعد 5 فصول دراسيه ما بين الاكاديمي اللي هو النص الاول من الكليه والنص الثاني من الكليه، هو بيخش المستشفى بقى في النص الثاني. فمش مسموح للطالب. ايوه بيخش المستشفى للتدريب، مش للتدريب بقى وامتحان الكلينيكي بقى والكلام ده. فما ياخدش مقررات من الاكاديمي يروح بيها الاكلينيكي، لازم يكون مصفي تماما. وده بعد سنه اولى وثانيه وفي منتصف ثالثه، 5 فصول هم عشان الكليه كلها 10 فصول. منتصف ثالثه لازم يطلع ثالثه النص الثاني من ثالثه وهو صافي. تمام. فما تخلوش حد احنا بس يعني. بنحاول ايه، لان انا كنت حريص ان حضرتك تبقى معانا عشان نوضح للناس. اتفضل. ايوه الرساله الاخيره. ايوه الرساله الاخيره من فضلكم. النهارده في تغيير وزاري حصل في مصر. النهارده في وزير جديد قاعد على كرسي وزاره التربيه والتعليم، من فضلكم ادوا له فرصه عشان يشتغل. النهارده وزير التعليم العالي راح وزاره الصحه، ما احنا بنطالب برضه باعطائه فرصه في وزاره الصحه عشان يشتغل. ما نجيش من اول يوم اصلي وجرى وحصل. دي كتائب موظفه لهدم الوطن والتشكيك في كل شيء في الجمهورية الجديدة وفي الدولة المصرية. صحيح. أنا بقول باسم التعليم العالي جميعا، باسم جامعة سوهاج، لو سمحتوا يا أهالينا في سوهاج، دراسة الطب مختلفة ولا علاقة لها على الإطلاق لما يثار في موضوع الثانوية العامة. صحيح. بشكرك جدا دكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.